بالتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من فيينا امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النمسا الاستاذ ضياء الشمري. اهلا بكم استاذ ضياء. الى صدر رافدين الجارديان البريطانيه تنشر قائمه تضم 30,000 لاجئ توفوا في طريقهم الى اوروبا، كيف ترى تعاطي اوروبا مع ظاهره اللجوء في الفتره الاخيره؟ السلام عليكم. في البداية اللاجئين في الوقت الحاضر في أوروبا هم ينقسمون إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام بالحقيقة. اللاجئين الوافدين ولحد الآن ما اتخذ القرار بهم، هذه مجموعة معينة من اللاجئين لحد الآن يمكن سنة أو سنتين أو ثلاثة لحد هذه اللحظة لم يتخذ القرار بهم أنه يمنحوهم اللجوء أو لا. واللاجئين الثانيين هم اللاجئين الذي اتخذ بهم قرار وقرار الرفض والترحيل. واللاجئين الاخر هو اللاجئ الماخذ اقامه تسمى بالاقامه الدائمه والمؤخذ اقامه الاقامه المؤقته، والاقامه المؤقته هي مداها سنه واحده وتمدد كل سنه. اما وضعيه اللاجئين الموجودين في اوروبا على العموم يعني التعليم الموجود هو التعليم حسب ما نعرف انه الدول الاوروبيه التعليم الزامي في كل الدول الاوروبيه. ما دام التعليم الإلزامي في الدول الأوروبية كل من سكن الدول الأوروبية هو يجب عليه أن يتعلم ويصل أبنائه إلى المدارس الحكومية الموجودة في هذه البلدان. نعم أستاذ ضياء، يعني نحن نتحدث عن تعاطي أوروبا في الفترة الأخيرة مع ظاهرة اللجوء، يعني حالات الوفاة التي حدثت في الفترة الأخيرة 30,000 لاجئ توفوا ومجهزة بهم قوائم كل منهم مذكور اسمه وإلى أي بلد ينتمي، هل هؤلاء اللاجئون يعني يحققون الحلم الذي يضحون بأرواحهم للوصول إليه عند وصولهم إلى أوروبا برأيك؟ والله شوف الحقيقة اللاجئين هنا الموجودين يعني في أوروبا اللي أنا لي علاقة بهم وعلاقة مباشرة مع اللاجئين كمنظمة عربية لحقوق الإنسان، وهذا جزء من عملنا احنا ندخل بموضوع اللاجئين والمهجرين في الوقت الحاضر. العناية الصحية هي عناية تشمل المواطن وتشمل اللاجئ بنفس العناية، لا تفرق بين اللاجئ وغير اللاجئ. ولكن أنا قلت لك أنه موضوع اللي ما يتخذين بعد لحد الآن القرار فيه، العلاج الموجود أدى فقط العلاج الضروري له، مو العلاج مراجعة أطباء، هذا الشيء موجود بس العلاج الضروري له. أما هل يكون اللاجئين طيب أستاذ ضياء، يعني هل اللاجئين يندمجون فعلا عند وصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي طلبا للجوء؟ هل حالات الاندماج في المجتمع الأوروبي هي بمرحلة كبيرة للاجئين الجدد؟ اللاجئين الجدد بالوقت الحاضر بعد أن تصاعد اليمين المتطرف في كل الدول الأوروبية من ضمنهم النمسا، أنا أتحدث وأنا موجود في فيينا، اليمين المتطرف فرض شروط على اللاجئين الموجودين في النمسا من ضمنها الحجاب، من ضمنها الدخل، تحديد ميزانية الدخل، من ضمنها شروط كثيرة على اللاجئين تحد من حركة اللاجئين أو تحد من إمكانيتهم المادية في اللاجئين. ولحد هذه اللحظة قبل يومين صدر الاتحاد الأوروبي ضد مقاطعة اسمها أوبر إسترايش موجودة بالنمسا قرار ضدها لأن قلصت الرواتب اللاجئين بغض النظر عن لكونهم لاجئين، مو لكونهم، لان هنا القانون يشمل اللاجئ مثل ما قلت انه يشمل اللاجئ ويشمل المواطن. فطلع هذا القرار فقط تخصيصا على اللاجئين. ومساله الحجاب ومسائل اخرى، فرض الحجاب، عدم الحجاب في المدارس الابتدائيه والروضه فرض الحجاب، ولكن لم يفرض على جميع الديانات. إذن يعني هذه التعقيدات، إذن هذه التعقيدات التي تخص أعداد كبيرة من اللاجئين والموجودون والجدد الذين أتوا إلى بلدان الأوروبية، هل ستؤثر على اندماجهم؟ هل سيقبل هؤلاء اللاجئون بالقوانين التي تفرض عليهم؟ القوانين المفروضة عليهم هو أولا تعلم اللغة، وقاعد يعطوهم كورسات ويصرفون مبالغ حقيقة على مود تعلم اللغة، وبعدين الاندماج. هو الاندماج أهم شيء هو العمل في البلد. لحد الآن اللاجئين مع الأسف اللاجئين الموجودين من المناطق الناطقين بالعربية اللي أنا علاقة فيهم، اللاجئين لا يقبلون العمل لأنهم عايشين على المساعدات الدولة، وهذه مساعدات الدولة قاعد تضايق على الطبقة العاملة، اللي يقولون الطبقة العاملة أو الطبقة البطالة من المواطنين
يدعون انه هذه المبالغ التي تصرف على اللاجئين هي مبالغ المفروض تصرف عليهم العاطلين عن العمل من ابناء البلد. هذه المضايقات اللي قاعد تحدث، وفعلا اكو مضايقات حتى موجوده في وسائط النقل ومضايقات بالشارع على الناس المحجبات. اكو حركه عنصريه موجوده في النمسا بعد صعود التيار اليمين المتطرف، وهذا شيء واضح. يعني قبل وسابقا قبل سنه ولا سنتين كانت الوضعيه تختلف عن هسه الوضعيه بالوقت الحاضر. اللاجئين لم ياخذوا حريتهم الكافيه في البلاد الاوروبيه الموجودين فيها. وصلت الفكره الاستاذيه الشمري، امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.